ظل وستي عيرني لوف، لو تعيرات مبنجرة لو أني ما أشوف. طالع قمر طالع قبر وستي عيرني لوف، لو تعيرات مبنجرة لو أني ما أشوف. اشرب عيش حظ من السما طايح، بالسلامة طايح، راح اسافر عادي للمحيط العادي، حتى راتب ما اريدا اخذوا الكم راتبي. اوف من هالعيش اليوم اشرب عيش، حتى راتب ما اريد اخذوا الكم راتبي، اخذوا الكم راتبي. سحيب ماكو، اكل ماكو، شغل ماكو، سافر حساسي، صريت عاطل قعدت عاطل، زمن باطل ما اخذت ملاتي، ما اخذت ملاتي. من حلوة ياية على الراح، عجوزي وفالح بهاية على الراح، خلط من حلوة ياية على الراح، عجوزي وفالح بهاية على الراح. لا ياكل ولا يشرب على الراح، لا ياكل ولا يشرب على الراح. ايش ابو جي عمي ضحكك ولا شو؟ لا موت هذا، ذكرت موقف وده ضحكني. شو هذا الموقف؟ هذا غار، غار تمشي فيه شيء يمه يمه الا سالفله. فد يوم تعاركت يا واحد. بالعافيه البيبسي. كمل. بالعافيه بالعافيه، اذا قدميني وبطل واحد. لا. والله مقطاطع لبنانيه وها. المهم دخل اكمل لك العركه. زين تعاركت يا واحد، وين بتشوله؟ شو
شو شوله؟ شوله مو شوله آه. شوله يعني هيمه هيمة. يعني صحراء صحراء درب زراعي وبيصبه. تعرفت يا واحد صبه يعني هاي الشارع عرفت صبه عافي عليك صبه عليك انت يعني قطعه أيوة. زين المهم تعرفت هذا صلخني بوري براسي ابو دبل انج سوالي حفره نقر ما دعبل زين براسي والدم كنت منه ومنه وانا ضحك شفت حد اكل ضربه على راسه يضحك مش ده هو هذا الموضوع مو هي الدنيا حاره فالبوري كان مشمول على صبه ومن لزم البوري تشوه فضلير راسي شو كان يضربني انا ضحكت عليه والله جاي اي والله هلا انت عم تضحك مشان يعني الدنيا كانت حار ايه؟ ومسك البوري ايه؟ وزدته من ايده عشان البوري كان حار صح؟ صحيح شو اللي بيضحك هلا؟ الشباب شحشياها شفهمي الشباب احنا شعب يحب الفرح يحب النكته يحب الضحك احنا نحب الفرحه يعني خاما مثل الاجانب الاجانب بس مره تتبدل عليه والتنق يروح ينتحر ويكتئب وما ادري ايش يصير بيه ليش احنا ناس نكبل يعني مثلا مثلا احنا تلقين رصيد ماكو بتليفونه ومديون ومطلوب وابو طارده ومتعارك ويا مرته والمحل بصفهم يطلبه مال باباسي وجقاير زين ويضحك وفرحان ويقول لك خلينا نسافر نغير جو على الشعب التوم تطلع ابري ما اسالك This is Jinnah's box in my صندوق my سيارة. Welcome in my country, welcome in my Iraq, in Baghdad, welcome madam. Thank you. Welcome. بس سوري ترى الإنجليزي عندك كلش غلط، أنت أوفر ذا تحكي مو صح مو فاهم. أنت تحكي العراقي؟ يس. أنت بدك العراقي؟ يس. قاعد صار لي ساعة خليتني حقي جولك بدك تحكي العراقي؟ لا بليز أصلا أني أعرفك بنفسي. إيه. أني ريتا. ريتا. إيه عمري 30 سنة. حلو وأنا صاحبك محسوبك. جبار كوستر معروف بشارع واو شنو يعني كوستر؟ كوستر يعني هاي السيارة 13 راكب 20 راكب كبير اوكي نقل الركاب فهمت هذا باللي فلنجة ما ينقحوا يصلح فلنجة واو انت كل شيء بيوتيفل تخبوا انا ايش شغلك هذا بس لازم على العلوم العفو على العموم عندكم كندا على العلوم بس حشيش مكسر لان انا طلعت طفلة من بغداد ها؟ طلعت طفلة من بغداد طلعت طفلة يس انا دادي ومامي ايه يس طبعا انا كندا عايشة مو هنا وجيتي هنا زيارة جيت زيارة بس لحظة ها نشلتي لا دا تأمل الهواء النقي هواء نقي هنا ايه غلط هذا كل شي حلو عندكم احنا ما عندنا هذا الدف وهذا الجو هناك تراب لا احنا هنا هنا شول كندا شول هنا لا بيبي كلها عاقور بس خل اقول لك انت ما مسافر ابد رايح وين مسافر كومو ها لا احنا كندا ثلوج فاحنا نفتقد الى هذه الاجواء الجميله لا يا ابي يس حلو اقول اريد اسال سؤال ها هنا انتم يعني الشارع اشوفه الليمت سبيد ليش ها الشارع الليمت سبيد ليش انت سبيد
لا يعني السرعة غير تكون محددة عندكم، يعني ما أحس عندكم سرعة محددة في الطريق. سبيد يعني سرعة؟ يس. ها يس إيه. لا مو إحنا شنو ملاحظة كلش قوية من حفظك مدام. أوكي أوكي. إيش اسمك بالخير ريتا؟ أنا ريتا 30 سنة. لا 30 سنة معنسة هاي الجائزة. نعم تقول؟ لا أقول ريتا اسم جميل جدا. أوكي. أقول لك إحنا السرعة عندنا بالعراق يعني مو عقج مال سيارة. لا شلون؟ لا فاهمة غلط أنت. شلون؟ إحنا السرعة يعني على المسجل. واو تطور خطير عندكم هذا. ما بعرضك شلون يعني شلون؟ ايه انا اقول لك شلون. ايه؟ يعني مثلا اذا تشعلين بكلثوم ايه؟ سياره تمشي على السنولي. حلو. اذا تشعلين اغنيه شويه ها تمشي 80. نعم. بس اذا تشعلين لا اذا غالي هلا هلا يا الاغاني. انتوا كذا ما عندكم هاي الاغاني؟ لا احنا ما عندنا هاي الاغاني. انت حظلين تحكي لهالشكل؟ اوكي انت رسالة بطريق خلينا بعد خلينا نرقص البرفكت. خليش ترقص يا بنتي خبلتي انا علاجك عندي. شنو؟ جماعة الكل علاجهم عندي. عفوا انا اريد اظل وياها طول اليوم اليوم. انا راسي راح ينبطر بهالحالة ايش راح اسوي نفس المسجل شوية. اوكي. وطش الخاوني ما تاخذ لي الشمة هذا ماركة مسجلة. اشوف. ما عندكم ايش يعطون بكندا. ما انا عرف هذا الشيء مجرب هذا الخاولي مالتي مرض البيتابيل قاع فاتتنا من المنين مغمى عليه ظل دائما لحد ما نوصل. يسعد هالمساء يا الغلا برنامج حزوره في شده. اليوم اسئلتنا تختلف غير مو طبيعيه. اريد بس الفائز اللي يربح ويانا واكيد ان شاء الله اليوم راح نلقى لا جاهزه طبعا بدون ما تصحوني. قلت الفائز تشاري شلون بي شلون يا هليل راحة ربحوني. شفتيني انا تعينت هنا على موتكم. لا ايش تعينتي؟ طبعا انا هنا صرت منظفة السيارات. لا بس بعد سنة تجوني ان شاء الله من تكونون وياي بالبرنامج همين راح تبقون بعد سنة الجاية مبين ما راح افوز راح اكون المديرة هنا. المديرة؟ طبعا. انا شنو اللي احبه بيش دائما متفائلة. طبعا عشان ما جوز منكم الا اخذ الشدة. واحنا من جوز منك وما نطيتش شد. نعم يلا ايش السؤال تفضلي. ايش كنت تغنين؟ تشاري شلون بيا شلون. راح اجي وياك وردة ربحك اليوم راح اجيب لك سؤال على تشاري. بس بلا زحمة لحظة. لا مو صرت مسؤولة النظافة هنا لا تخافين. يلا ما معنى كلمة تشاري ما تصير لك تشاري. طبعا هاي البنية تعاند وياها دائما تجي على الوتر الحساس اللي تضغطين عليه دائما بالانجليزي. هي كلمة تركية يعني اسمها الحل. ما معناها شنو عندك للمشكلة حل. فهمتي علي؟ جميل 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 اجابتك صحيحة. نعم. وبدل ما تنظفين السيارات روح نظفي سيارتك. صدق شكرا. السؤال الثاني. السؤال الثاني يقول كم عدد القنوات الفضائية العراقية؟ لا العفو ما سمعت السؤال شنو؟ ايش كم قناة اكو بالعراق؟ قبل تنظيف السيارة لو بعد تنظيف السيارة اشو وين ما تديريها كل نص ساعة اكو قناة جديدة. تعرفين انا راح اختصرك الموضوع. انطيني السيارة وانطيني الشدة وهسه افتح قناة وراح اعينك يمي. راح اخليك المسواق الاول اللي تجيب لنا خضروات الى القناة. طبعا ما راح انساك اني اقطع. أموله ها سموله شكو. أقول لك حبيبي كل شغلة مدوختني. شنو معنى نسبي وشنو معنى مطلق؟ معقول سهلة. شون النسبي ايه متغير ايه والمطلق ثابت. يخاف ما أعرف هذا التفسير. اعطيني مثل خلفتي بشلون يعني. شو أنا فهم هذا؟ أفهمك ها. أنت شقد راتبك؟ راتب أنا كن صار لي 20 سنة على الدرجة السابعة 400 مطلق ايه. زين صار لك ايش قد؟ ما مستلم. وي عمود افتح لي الماي. ها؟ شنو؟ ايش قد صار لك ما مستلم راتب؟ صار لي يمكن 4 أشهر. قول 5. قول 6. قول 7 اصلا. هذا المتغير. صدق؟ ودعتك. هذا متغير؟ ايه. ها يعني مثلا 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 النعل. لا تأشر. اللي صارت ببجك. النعل اللي جابته وزيرة الصحة. هذا مطلق لان كلهم بيض، مو تمام؟ لا. ها؟ يجي همين متغير. شلون؟ لان كلن مو نفس القياس. اه هذا متغير طبعا. حلو هاي ايش سويت؟ هذا متغير خطه متغير حركات. انا متغير اختلف على صاحبي. والله امور. <أمور. تصفيق>
مستيعيرني لوف لو تعيرات مبنجرة لو اني ما اشوف طالع قمر طالع قبر مستيعيرني لوف لو تعيرات مبنجرة لو اني ما اشوف بالاستحامة بهايه